ما كيركزش بالشكل المطلوب. اللاعب فخر الدين جاء اليسرى، فخر الدين واعتقد انها ضربه جزاء. بالفعل ضربه جزاء لصالح فريق الوداد، ضربه جزاء واضحه لصالح فريق الوداد البيضاوي بعد عرقله اللاعب فخر الدين، عرقله غير قانونيه. جزاء. على الاقل كان يطلع بانتصار كبير، يبقى الان انتظار انتصار داودي وهدف وهدف، يعني الهدف الاول لصالح فريق الوداد البيضاوي، الهدف الذي انتظره الجمهور بفارغ، هدف الذي هدف الذي هدف الذي هدف الذي